رئيس وزراء جمهورية مصر العربية. مصر والسودان تتفقان على تنسيق المواقف في مفاوضات سد النهضة. زيارة رئيس الوزراء المصري للخرطوم جاءت في وقت جعل من التعاون خياراً لا مناص منه لتحقيق مصالح الشعبين في عدة مجالات، وإن كانت المياه أكثرها إلحاحاً. كانت فرصة طيبة جداً لمناقشة عدد كبير من القضايا ذات الاهتمام المشترك. تناولنا فيها قضايا الربط الكهربائي، البنى التحتية، تعاون في مجالات عديدة، صحة، تعليم، تجارة. تناولنا قضايا سد النهضة، قضايا الإقليمية، كل ذلك. المفاوضات بشأن السد الذي تبنيه إثيوبيا على منابع النيل كانت قد تعثرت بسبب رفض أديس أبابا أن تصطبغ تعهداتها بالصفة الإلزامية، وكذلك بسبب عدم رغبتها في أن توقع على آلية لفض نزاعات قد تنشأ. مصر والسودان اتفقتا على توحيد موقفيهما في هذا الصدد، واتفقتا أيضا على استحداث آلية للتنسيق بين الدول الثلاث بما يضمن سلامة تشغيل المنشآت التي يؤثر عليها السد، فالتعاون لابد أن يصبح برامج عمل في هذه المرحلة الحساسة. استناقشنا الحقيقة في مرحلة جديدة حقيقة كلنا بنطمح إليها في خلال الفترة القادمة، لتفعيل كل الأفكار والمشروعات التي كنا دايماً إحنا بنحلم إنها تكون موجودة ما بين الشعبين، وإن إن شاء الله المرحلة القادمة لا تقتصر فقط على يعني أنا عايز أقول الكلام الجميل والأفكار الجيدة، ولكن يكون التركيز الشديد في خلال المرحلة القادمة على تفعيل كل سبل التعاون وتنفيذ المشروعات المشتركة التي تخدم صالح الشعبين. الجانبان جددا التأكيد على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية في منابع النيل قبل التوصل لاتفاق مرض للأطراف الثلاثة، لكنهما في الوقت نفسه أعربا عن تطلعهما لنجاح مسار المفاوضات الجاري حاليا برعاية الاتحاد الأفريقي.